بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 23 بعد 120. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل عبد الله يدرس في المعهد، يقول فضيلة الشيخ بالنسبة لقراءة الفاتحة، هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة حيث أن بعض أئمة المساجد لا يعطون المأموم الوقت الكافي لقراءتها، وهل يتحمل الإمام قراءة الفاتحة عن المأموم مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم إن كان في صلاة سرية فإنه يقرأه، وكذلك إذا ترك له الإمام فرصة في الصلاة الجهرية فإنه يقرأها أيضا. أما إذا كان في صلاة جهرية وكان الإمام لا يترك فرصة للمأموم، فإن المأموم يستمع لقراءة الإمام، ويكفي هذا على الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم الأخ أبو سعد، استعرضنا بعضا من أسئلته، لو وقي هذا السؤال: إذا صامت المرأة يوم عرفة بنية القضاء، فهل يحصل لها ثواب يوم عرفة وهو كفارة سنتين كما جاء في الحديث؟ هذا محل إشكال ووسع الله عليها. لماذا تلجأ إلى هذا الشيء؟ تصوم يوم عرفة على أنه صيام يوم عرفة طلبا لثوابه، ثم تقضي اليوم من يوم آخر، والله وسع عليها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا نسي الإنسان أن يخرج زكاة الفطر ولم يتذكر إلا بعد رمضان، ماذا يلزمه الآن؟ يلزمه إخراجها قضاء. إذا فات يوم العيد ولم يخرجها يجب عليه إخراجها بعده قضاء. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل أرسل بسؤال يقول: في وقتنا الحاضر كثر البيع بالتقسيط، هل البيع بالتقسيط جائز مع نقل الملكية في سداد كامل القيمة إذا اشترى سلعة، وهل يعتبر ذلك من التورط؟ البيع بالثمن المؤجل جائز، هذا شيء معروف من السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى بالأجل، البيع بالتأجيل أمر جائز، ويكون الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال، لا بأس بذلك، مصالح الناس في هذا الأمر. ومسألة تورق هي أيضا من البيع المؤجل، تدخل في البيع مؤجل، يلجأ إليها الناس للحاجة، بشرط أن تكون السلعة عند البايع قبل أن يتعاقد مع المشتري، تكون السلعة عنده في ملك، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عنده، وبشرط أن يقبضها المشتري قبضا تاما ويتصرف فيها، ولا يبقى للبايع علقة بها، يقبضها المشتري والمستدين ثم يبيعها على غير الدائن، على غير صاحبها، وينتفع بثمنها. نعم. الأخت السائلة أم محمد تقول: في رمضان هل يجوز أن للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض؟ قراءة القرآن للحائض محل خلاف، والوقت واسع ولله الحمد، التي عندها رغبة في قراءة القرآن تقرأه في غير حالة الحيض، عندها فرصة والحمد لله، لم تضطر إلى قراءته في الحيض، إلا عند الحاجة مثل التي عليها اختبار القرآن وفوت، لا بأس أن تقرأ وهي حائض لأجل الحاجة من غير أن تمس المصحف، إنما تقرأ عن ظهر قلب أو يكون عليها على يديها قفازات تتصفح المصحف بها، أو تكون بمسطرة أو قلم تابع الآيات والحروف من غير مس عند الحاجة، أو كانت تحفظ قسطا من القرآن تخشى أن تنساه، فلا بأس أن تقرأ وهي حائض لأجل إبقاء الحفظ. أما امرأة وسع الله عليها الوقت فتؤخر قراءة القرآن إلى بعد الحيض وبعد الاغتسال خروجا من الخلاف، الحمد لله. أحسن الله إليكم. الأخ عبد الله الزهراني يقول: ما حكم الأذان في الأذان في أذن المولود، هل له وقت معين وما كيفيته؟ الأذان في أذن المولود سنة، يؤذن بأذنه اليمنى ويقيم الصلاة بأذنه اليمنى
اليسرى، وذلك من أجل أن يكون أول ما يسمع الطفل ذكر الله سبحانه وتعالى ويطرد عنه الشيطان، فيه خير كثير وهذا السنة، ويبادر بذلك بعد ولادته إذا تمكن من الأذان والإقامة في أذنه، إذا تمكن فإنه يؤذن ويقيم. نعم. يقول هذا السائل: أبو عبد الله، سألت شخص فأفتاني بفتوى وتبين لي بأنها خطأ، ثم كلمني بعد أسبوع هذا الشخص يعتذر عن الفتوى، ما حكم التساهل في إفتاء الناس بغير علم؟ الخطأ يمكن يقع من العالم، يمكن يقع الخطأ من العالم، لكن الواجب الرجوع للصواب، الواجب الرجوع للصواب. وأما الجاهل فلا يجوز له أن يفتي، الجاهل والمتعالم والمبتدي في طلب العلم لا يجوز له أن يفتي في الحلال والحرام وأمور العقيدة بغير علم. الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال سبحانه: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق أجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الموقف خطير جدا، موقف الفتوى خطير، لأن المفتي يخبر عن الله أنه أحل كذا وحرم كذا، فإن كان على دليل من الكتاب والسنة على صواب فهو مأجور، أما إن كان على جهل فإنه آثم وفاعل لمحرم. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر، وعلى السائلين أن لا يسألوا كل من هب ودب، إنما يسأل عليهم أن يسألوا أهل العلم. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ علي يقول: يذكر بعض الوعاظ قصص دعوية مؤثرة على الناس لترغيبهم بالخير، فهذه القصص تذكر لهم سواء في المحاضرات أو في الدروس، ما رأيكم فيها يا شيخ؟ القصص الصحيحة مذكورة في الكتاب والسنة أو في الأحاديث الصحيحة أو القصص الواقعة، أما الكذب وابتكار القصص التي لا أصل لها هذا لا يجوز، لأن هذا من الكذب، ولا يجوز الكذب بحجة أنه يريد تأثير على الناس، إنما يقول الصحيح ثابت. نعم. يقول أيضا: وما رأيكم في الوعظ عند القبور؟ لا أصل لهذا، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة لعذر، أو أنهم وجدوا القبر لم يتهيأ، جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس حوله أصحابه كأنما على رؤوسهم طير، الرسول صلى الله عليه وسلم وعظهم وذكرهم هذا لسبب، أما أن يتخذ هذا سنة وعادة يستمر عليها فلا أصل لهذا، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا ولا فعله أصحابه كما نعلم. نعم. الأخ غازي يقول: الشيخ في سؤال له: ما الأسباب المعينة على البكاء من خشية الله؟ حضور القلب وأكل الحلال وتجنب الحرام، تدبر القرآن، تذكر الموت، تذكر البعث والنشور، حساب. نعم. يقول: أيهما أفضل في الحج، التعجل أم التأخر، وماذا كان هدي المصطفى في ذلك؟ التأخر أفضل، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تأخر لليوم الثالث عشر، وبعدما رمى الجمرة في اليوم الثالث عشر نفر من منى إلى الأبطح، هذا هو الأكمل. الله جل وعلا قال: واذكروا الله في أيام معدودات، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل التأخر، والاقتداء به صلى الله عليه وسلم هو السنة وهو الأفضل، ولكن التعجل جائز. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ السائل يقول: فضيلة الشيخ صالح، بالنسبة للأثاث والمكيفات والأبواب ووسائل التدفية، هل هذه تدخل في بناء المساجد، وأيهما أفضل في ذلك، بناء المسجد كامل أم المشاركة فيه؟ بناء المسجد كاملا أفضل، وإذا لم يقدر على بنائه كاملا فيشارك فيه، وكل ما يحتاجه المسجد من الأبواب ومن المكيفات ومن الأنوار ومن المواضي ودورات المياه وبيت الإمام والمؤذن، كل ما يحتاجه المسجد من المرافق فهو داخل في بناء المسجد وله أجر بناء المسجد لذلك كله. نعم. هذه الأخت السائلة لما تقول: فضيلة الشيخ، والدي سريع الغضب ويتلفظ علينا بألفاظ قبيحة جدا، هل صبرنا عليه في هذا لنا فيه أجر؟ نعم، لا شك في ذلك، أنكم تأخذونه بالسعة، سعة الصدر، وتلاطفونه ولا تحوجوه إلى أن يتكلم عن غضب، لا تغضبوه، فسائروه بالله
التي هي أحسن والتمسوا رضا، هذا من البر به. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخ زيد المسلم من الرياض يقول: هل يجوز دفع زكاة المال إلى الزوج إذا كان محتاج من قبل زوجته؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأحوط الخروج من الخلاف. ما دامت المسألة فيها خلاف قوي فالأحوط الخروج من الخلاف، تعطيه من غير الزكاة، تعطيه من تبرع أو من المساعدة. نعم. يقول الأخ زيد: بالنسبة للإنسان عندما يتوسد كيس الرز أو الجلوس عليه أو الوقوف عليه، هل في هذا بأس؟ إن كان يقصد بهذا الإهانة فلا يجوز هذا، أما إذا لم يقصد الإهانة وإنما احتاج إلى هذا، احتاج إلى أنه يتوسد، احتاج إلى أنه يرتفع عليه وما أشبه ذلك، فلا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أخيرا يقول: إذا ختم الإمام القرآن في رمضان يقوم بعض المصلين بالسلام عليه وتهنئته، وهذا يحدث في رمضان، هل هذا بدعة؟ اتخاذ هذا دائما وعلى أنه السنة لا يجوز، أما إذا فعله أحيانا فلا مانع من ذلك والسلام مطلوب. جزاكم الله خيرا. من السودان هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أفضل كتب التفسير الذي تنصحونني بالاطلاع عليه بعد كتاب الله، ما هي هذه الكتب في التفسير؟ التفاسير القديمة أفضل من التفاسير المتأخرة، لا سيما تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، هذه كلها تفاسير عظيمة، وهي تفسير للقرآن بالقرآن أو للقرآن بالسنة أو للقرآن بتفسير الصحابة أو تفسير التابعين أو تفسير باللغة التي نزل بها. هذه التفاسير القديمة هي أفضل كتب التفسير. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الأخ السائل أبو مراد يقول: رجل حج قبل 3 سنوات وترك رمي الجمرات في أيام التشريق بسبب الزحام والخوف ولأن لديه مرض قلب، وطاف طواف الوداع ورجع إلى بلده، ماذا عليه الآن؟ كان الواجب عليه أن يوكل من يرمي عنه، كل عاجز عن الرمي أو خائف إنه يوكل من يرمي عنه ويحصل المقصود ولله الحمد. وقد رمى الصحابة رضي الله عنهم عن الصبيان، وأما ما دام أنه ما رمى وفات وقت الحج وما رمى يكون عليه فدية، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا فعليه فدية، يذبح شاة في مكان أو يوكل من يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يسأل هذا السائل أبو عبد الله: إذا دخل الشخص في مجلس كبير وفيه علماء وطلاب علم وأقارب، بمن يبدأ وهل يبدأ باليمين؟ يبدأ بأفضلهم أهل العلم، ثم بأكبرهم سنا، ثم عن من عن يمين من بدأ به. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، يردد بعض الناس عبارات وتكتب عبارة من علمني حرفا صرت له عبدا، ما صحة هذه العبارة؟ هذه من الاعتراف بالفضل، ولا أذكر أنها ماثورة، ولكن تداولها الناس اعترافا بفضل المعلم، بلا شك أن المعلم له فضل على المتعلم. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، إذا أجر بيتي على شخص لسكناه، فهل يحق لي أن أشترط عليه ألا يؤجره على شخص آخر، وكذلك لا يستخدم فيه وسائل له محرمة؟ أما أن تشترط عليه لا يستخدمه للمعاصي ولا يجعل فيه وسائل محرمة أو آلات محرمة كالأغاني والمزامير، وهذا شرط صحيح، يجب عليك أن تشترط هذا. وأما ألا يؤجره، المستأجر له حق أن يؤجره، له أن يسكنه، له أن يؤجره، لكن على من مثله في الانتفاع، لا يؤجره على من هو أضر منه للبيت. إذا كان المستأجر الثاني يستخدمه مثل ما يستخدمه المستأجر الأول فلا بأس، ولا تحجر عليه، لأن هذا حق له، لكن لك أن تشترط أن لا يؤجره من يضر بالبيت أو يستعمله استعمالا سيئا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول الشيخ: هذا ما ضابط النعاس في الصلاة إذا كان الشخص في المسجد، وهل تبطل الصلاة؟ لا، النعاس في الصلاة لا يبطل الصلاة، لأنه شيء ليس بمقدور الإنسان، ولكن على الإنسان إذا كان يحس بالنوم وثقل الرأس أن ينام أولا ثم يصلي بعدما يأخذ حظه من النوم. نعم. يقول هذا السائل: ما رأيكم فضيلة الشيخ في طلب الدعاء من الآخرين بالهداية والاستقامة، وخصوصا إذا أرادوا للحج أو العمرة؟ كون الإنسان يدعو هو بنفسه هذا أفضل، لأن الدعاء عبادة، وكون الإنسان يؤدي العبادة هو هذا أفضل، بل هو أعظم أنواع العبادة. ولا مانع أنه يطلب من إخوانه، خصوصا الذين
يريدون الحج والعمرة أن يطلب منهم أن يدعوا له. طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر رضي الله عنه لما أراد العمرة وجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. نعم. نسأل فضيلة الشيخ في فقرة له عن ورود حديث أو بما معناه بأن الملائكة يصلون على ميامن الصفوف، وما الحكمة في ذلك؟ نعم، الحديث صحيح، والحكمة في ذلك أن ميمنة الصف أفضل من الميسرة، لكن يلاحظ أن الميمنة مع القرب من الإمام أفضل من البعد عن الإمام، والميسرة مع القرب من الإمام أفضل من الميمنة مع البعد عن الإمام، يلاحظ هذا. نعم. أخيرا يقول: ما رأيكم في تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ جائز، ولكن الأفضل لا يكررها في سفرة واحدة، وإنما يجعلها في أسفار مستقلة. نعم. يقول: إذا كان الإنسان على طهارة رجاء الوقت الثاني ولم يحدث، فأيهما أفضل، أن يصلي بناء على بقاء الطهارة والوضوء أم يجدد الوضوء؟ جائز أن يصلي بالوضوء ما دام لم ينتقض، جائز أن يصلي في الصلاة الثانية، وإذا جدده للصلاة الثانية فهو أفضل. نعم. الركعتين في الجامع عند صلاة عيد الفطر هل تؤدى في مصلى العيد أو في الجامع إذا كان مسجد؟ لا إشكال في أنهم إذا صلوا في الصحراء أو في مصلى العيد أنه لا يصلي قبل العيد، وإنما يجلس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها كما في الحديث. أما إذا صلوا العيد في المسجد فهذا محل الخلاف، هل تبقى تحية المسجد فيؤديها أو أن نظرا للعيد لا يصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها. مسألة فيها خلاف، ولا ينكر على من صلى المسجد قبل العيد تحية المسجد، ولا ينكر على من جلس، لأن الكل له وجه. نعم. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، إذا تأخر الإمام في التشهد الأول فهل أقرأ الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأكمل التشهد كله، أم أقف على الشهادتين؟ الأفضل أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإبراهيمي، هذا هو الأفضل. نعم. يقول: عندما أكون مسافر وأقمت في بلد وأسمع أذان المؤذن لكن صليت في الشقة لكوني مسافر، ما تقولون في عمل هذا؟ نقول: هذا العمل فيه خطورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وأنت سمعت النداء وهو قريب منك والمسجد بجوارك، تذهب وتصلي مع المسلمين استجابة لهذا الحديث. أما لو أنك خالفت وصليت في الشقة وقصرت الصلاة، صلاتك صحيحة لكنها خلاف الأقنع. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أيضا: فضيلة الشيخ، شاهدت في أحد المقابر عند دفن قريبنا مظلة وكراسي وضعت لذوي الميت لتسهيل السلام عليهم، وأيضا كاسات ما توزع عليهم، ما رأيكم في هذا العمل؟ هذا كله عمل محدث، هذا كله عمل محدث. أولا التعزية في المقبرة هذا لا أصل له، وإذا هي لها مكان مظلة وكراسي زاد الأمر شدة، فلا يعمل هذا في المقابر. وأما توزيع المياه أيضا لا أصل له ولا حاجة إليه، لأن دفن الميت فترة وجيزة، والذي عنده عطش يذهب ويشرب الحمد لله، ولا تحمل. أخشى فيما بعد يجاب أطعمة أيضا صدقات عند القبور توسع في هذا الأمر، ولا شك أن المخالفة تجلب المخالفة والبدعة تجلب البدعة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هذه العبارة قرأتها في أحد الكتب، وهي قول: اللهم بجاه فلان عندك أو ببركة فلان أو بحرمة فلان عندك اقبل مني هذا الدعاء أو افعل بي كذا، ما رأيكم بهذه العبارات؟ هذا دعاء مبتدع، ما لا يجوز السؤال بالجاه أو بالحق أو بالشخص، لا يجوز هذا، هذا من البدع المحدثة، ولم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم فاسألوا الله بجاهي فإن جاهي عند الله عريض، هذا حديث باطل ولا أصل له، مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز السؤال بالجاه والحق أو بالشخص. نعم. أخيرا نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال للأخ عبد الله، يقول: هل تدريس العلم الشرعي أفضل شيء من الأعمال، وهل هو من الدعوة؟ الذي عنده علم لا يكونه يعلم الناس الخير، هذا فيه فضل عظيم، يبذل العلم كما يبذل الجاه ويبذل المال، هذا أولى، بذل العلم للناس وتعليم الجهال هذا أولى وفيه خير عظيم. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة.